انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية أصبحت حديث الساعة في الأوساط الكروية طوال الفترة الحالية، ولكن الوضع في الانتخابات المقبلة مختلف وأكثر سخونة عن باقي الانتخابات السابقة للجبلاية، مع وجود طموحات جديدة لعدد من المرشحين بعد أن كان الأمر محصورا على أسماء معينة خاصة في سباق كرسي رئاسة. الوضع حاليا أصبح مختلفا بتنوع الأسماء في جميع المناصب، سواء في كرسي الرئاسة أو النائب أو عضوية مجلس الإدارة، وهو ما يعني أن انتخابات الجبلاية المقبلة قد تكون الأشرس والأعنف في تاريخ الاتحادات المصرية، خاصة أن الطموح والتواجد في إدارة الكرة المصرية أصبح حلما متاحا أمام الجميع. انتخابات الجبلاية المقبلة يتوقع لها تواجد عدد كبير من نجوم الكرة السابقين في مقاعد العضوية، رغبة منهم في إدارة الكرة المصرية للطريق الصحيح وتقديم خبراتهم في النهوض بالكرة المصرية. كما تشهد صراعا آخرا بين قضاة الملاعب على مناصب العضوية في محاولة منهم لضمان مقعد للحكام، فيما تبدو معالم كرسي الرئاسة أكثر شراسة مع وجود ترشيحات منتظرة لأكثر من اسم مميز في عالم الإدارة الرياضية، ولن يقتصر الأمر على 2 أو 3، وهو ما يزيد الموقف إثارة وسخونة. في النهاية، الوصول لمجلس متجانس قادر على الوصول بالكرة المصرية لبر الأمان هو الأمل الذي تنتظره الجماهير المصرية. أهلا بكم من جديد أعزائي مشاهدي أون تايم في كل مكان، وأعتقد أن دي حلقة خاصة جدا. أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، مساء الخير يا فندم، شرفتني منورني وحشني، وإزاي حضرتك؟ أولا يعني أنا مبسوط لأن أنا من إمتى ما شفتكش، دي فترة كبيرة طبعا كتير. إحنا بعدنا كبير، بعدنا في الوجوه بس، لكن التلاقي موجودين طبعا. أنا بكلمك يعني بنلاقيك دايما، فترة قضيناها كويس جدا مع بعض، كانت حلوة ومرها كانت فترة أنا بعتز بيها، لأني كانت مع ناس كلها محترمين جدا. يكفي أن المجلس اتقال عليه مجلس ناس محترمة جدا، واللي اتعمل في المجلس ما تعملش خلال الفترة اللي فاتت يعني كلها كتيرة. لكن اللي أنا عايز أقوله أن أنا سعيد جدا معاك ومبسوط جدا برؤيتك. شرف لي يا فندم. يعني أنا هرد على السؤال ده وتحول إعلامي، لأن أنا خلاص بقيت إعلامي. أنا الحقيقة قعدت مع حضرتك فترة بشهد لك أن أنت راجل محترم، راجل نظيف، راجل مرتب، راجل بذلت مجهود كبير جدا، تعرضت لانتقاد كتير جدا، ولكن عملت شغل الحقيقة كان المفروض أنه يظهر بشكل أفضل من كده. ده يعني شهادة لله برضو في وجود حضرتك على الشاشة قبل بقى ما توجه لأسئلتي. كويس جدا أنك أنت بتقول دلوقتي كإعلامي، لأن أنا طبعا الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاني عندي الناحية الإعلامية، لأني ما اهتمتش بالناحية الإعلامية كتير جدا في الفترة بتاعتي، ووجودي كان في المجلس كان في 2 إعلاميين موجودين معايا، كابتن سيف وكابتن خالد، فكنت يمكن متكل عليهمكم اكتر ان انتوا هتزوروا الحاجات دي، لكن تعاملتوا بشفافيه ما ظهرتوش ولا حاجه الحمد لله. لكن اللي حصل كتير جدا في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، يكفي كنا موجودين كمجلس. يمكن انا ليه بقعد يعني بتكلم معاك، لان فعلا شهادتك انت بالنسبه لي شهاده انا بعتز بيها. وجودك كان معايا، يمكن كنت موجود على الترابيزه، فكان كلام فيه الموضوعات بتطرح، ويبقى في ديمقراطيه في الرد كله، وفي الاخر بيبقى قرار باغلبيه او قرار جماعي. رتبنا امور صح كتيره جدا داخل اتحاد الكوره، ووصلنا في حتى يعني الكره الشهيده اللي دايما بيقولوا كره شهيده كره نسائيه، وصلنا بيها امم افريقيا لو تفكر، يعني حقيقة. اول مره كان في توصل امم افريقيا، والدكتوره سحر دي ربنا يعني فك اسرها، لكن بذلت مجهود كبير جدا. المهم ان انا قبل ما ابدا معاك الحديث، يمكن عايز اوجه طبعا لاهل اسكندريه عزاء بالنسبه الكابتن طبعا طلعت فواز، وبرضه في اهلنا في الصعيد هناك لغرب سهيل برضه بوجه لهم العزاء بالنسبه للاستاذ عبد الواحد مرداش طبعا رئيس النادي،
ربنا طبعا يكون دي اقل احزان عندنا في الناحيه الرياضيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يرحمه. اكتر حاجه دايما لما بتناقش مع حضرتك، اكتر حاجه دايما قلت لي بتضايقني، ان انا اتظلمت ان انا جيت في ظروف كبديل المهندس هاني ابو ريده، وجيت ان انا في فتره ان انا سلمه، فدي اكتر حاجتين طبعا انا ظلمت فيهم. طبعا الاعلام صور حاجات كتيره جدا، يمكن انا طلعت على هوا مره واثنين وثلاثه وقسمت يمين ان انا ما شفتش كابتن هاني ابو ريده غير ليله الانتخابات، ما حدش مصدق لغايه دلوقتي يعني. فالاعلام كان موجه في حاجه معينه وخلاص، انا سبتها تركتها للموضوع ده. لكن اعتزازي بالكابتن هاني ابو ريده بعد ما انا شفته. بس اسال حضرتك سؤال برضو. انا عارف ان حضرتك ما شفتش المهندس هاني ابو ريده، بس حضرتك شفت الكابتن حازم الهواري وهو اللي كان يعني بيدير ساعتها المساله. لا لا لا، ما افتكر ولا قعدت مع الكابتن حازم الهواري كمان. يعني حضرتك اخذت قرار ان انت تخوض الانتخابات قدام المهندس هاني ابو ريده قدام اللي هو محمد عبد السلام كده قرار؟ اقول لحضرتك حاجه، لان انا قلتها قبل كده طبعا. كنا احنا في الصعيد دايما بيفكروا ان في القايمه، لما يعملوا قايمه القايمه دي يختاروا فيها واحد ممثل من الصعيد عشان يخش مع اي قايمه في الانتخابات، اللي هي القايمه اللي ممكن تبقى على اعتاب النجاح، لان كان كل بيتكلم يقول لك احنا الجمعيه العموميه ضامنينها، الجمعيه العموميه معانا، الجمعيه العموميه صح، بس احنا في مركز العضويه. ايوه بالظبط. فكنت انا رحنا هناك، كان الصعيد عملوا اجتماع الاول، كان اتعمل في الاسيوطي عند الشمهندس محمود الاسيوطي عنده هناك، وحضرت الناس فيها، بس انا كان عندي ظروف ما حضرتهاش. المهم الاجتماع الثاني كان التكميلي، ما كانش خدوا فيه قرار، ورحنا هناك الاجتماع الثاني التكميلي كان في المنيا، ورحت هناك فوجئت بالناس اللي موجوده هناك. فالله يرحمه طبعا، يعني هو عمل موقف مش حلو، لكن ربنا يرحمه. الكابتن عزمي كان رئيس مركز شباب مغاغة او حاجه زي كده، شبان هناك. طبعا فوجئت بان اللي ماسكين مسؤولين عن الموضوع بتاع الصعيد اختيار المندوب او الممثل اللي هيبقى من الصعيد هناك، فوجئت بيهم بيقول لك لا انت جمال ما جتناش في الاسيوطي فاحنا مش هنقدر نرشحك معانا. يعني ايه؟ ما هو الترشيح ده قرار شخصي مش قرار يعني جماعي. فالمهم ان انا زعلت فيها ساعتها ومشيت. حتى انا يعني في ناس من اسيوط كانوا موجودين، انا اذكرهم لك بالاسم النهارده، كانوا قاعدين موجودين معايا في المنيا ومن سوهاج، واصروا لازم ابقى موجود ويتم الانتخابات ونشوف مين المندوب اللي ممكن يمثل الصعيد. فالمهم ان انا ما رضيتش اقعد ومشيت من المنيا، على رجعت الاقصر وقعدت برضو فتره. فليت على زي ما انا بقولها كده بالامانه كابتن سيف، اللي حصل قدامي على التلفزيون في تراشق وفي انتخابات، وفلان داخل وفلان بيعترض عليه وفلان هيطلعه وفلان هيخش وفلان بنفس الكلام زي كده اللي قدامي على الشاشه. فقعدت جنبي المدام، قلت لها انا هروح اقدم رئيس. قالت لي ازاي؟ دول الجمعيه العموميه بتاعتهم هم، واحنا الصعايده مش مرتاحين ولا واخدين اتفاق مع بعض، هتوصل ازاي في الموضوع؟ قلت لها هنسيبها لله وهي هتمشي، حتى لو رحت وما خدتش ولا صوت، بس ان انا الوضع اللي انا قدامي اللي انا كنت موجود فيه في المنيا وتهنت ان انا ما اخشش تمام على مقعد عضويه، لا انا اخش رئيس. وصل الحاج فوزي، انا رحت هناك عشان اقدم. الحاج فوزي غانم بيبص في الورقه انا وبقدم له، قال لي انت غلطت حاطط كده ماضي مؤشر قدام الرئيس. قلت له رئيس. قال لي طب انت يعني موافق تخش رئيس؟ قلت له قال لي طب انت عارف مين اللي داخل؟ قلت له عارف مين اللي داخل. كانوا في اربعه وانا بقيت الخمس. طبعا كابتن هاني خرج، كابتن محمد اللي هو محمد عبد السلام طلع، بقيت انا وكابتن اسامه، وانت كنت موجود فيها دي، كابتن اسامه خليل ودخلنا. هل حضرتك جيمك كانت احتمالاته كده؟ يعني كنت شغال انا نازل عشان لو هم استبعدوا عندي فرصه؟ ما انا بقول لك دي اللي الفرصه. وانا لكن انت ما كنتش نازل لهم؟ لا لا لا، انا فوجئت كمان يا ريس، فوجئت في حاجه تانية، ان اجتماع اتعمل عند الكابتن هاني ابو ريده والناس اللي كانوا موجودين تمام في الانتخابات، قالوا ننتخب العضويه والرئيس. لا انا ما اعرفش انت كنت حاضر في الموقف ده ولا لا. قالوا انتخب الاعضاء بس ورئيس لا. ده يعني اجتماع مع مين؟
كانوا الناس بيدوا الاقتراحات اللي قاعدين المرشحين يعني؟ لا القايمة. القايمة ان ينتخبوا الاعضاء بس والرئيس لا يجوز نسيبه الرئيس ما ننتخبش رئيس. ما حصلش. انا اللي تقال لي كده وتقال لي ان الاستاذ احمد مجاهد بنفس الاسم كده قال لهم لو احنا ما اخترناش رئيس لا يا فندم ممكن القايمة التانية ممكن اي حد تاني في الناحية التانية ينجح. فندم المهندس هاني ابو ريدة وكابتن احمد شوبير كان هو الرئيس وهو الرئيس وهو النائب اختاروا من اول دقيقة ما حصل الموقف ان احنا هنبقى مساندين الاستاذ جمال علام. ما انا دي شفتها بدليل ان هم جم المؤتمر بتاع انا شفتها في المؤتمر. لا لا انا بشكره في المؤتمر. هم بص الثلاثة كابتن حازم وكابتن شوبير وكابتن هاني على المنصة كلهم، حتى كابتن هاني قال لهم اللي كان عايز يدي كابتن هاني يدي جمال علام ده على المنصة، وكابتن شوبير قال لهم انا مع جمال علام، وكابتن حازم نفس الوضع. لا في ليلة الانتخابات ده اللي حصل. لكن ان انا جيت بديل ومش عارف ايه. طب هم لو كملوا انتخابات يعني لو ما حصلتش مشكلة وما استبعدوش كنت حضرتك تطلع؟ لا مش كنت هطلع، كنت خلاص يعني هسقط، هاخد صوت 2-3-10 تمام. بس هيسقط بس، لكن هو ربنا إرادة ربنا كانت أسمى أن أنا أكون موجود، وبالعكس كانت عشان كمان توضح حاجة واحدة بس، الراجل اللي من الصعيد ده جه هي هيعرف يدير الاتحاد الكورة ولا لأ؟ هل هيبقى موجود ولا لأ؟ وفي ناس رهنت على أن رئيس الاتحاد ده اللي هيبقى موجود في اتحاد الكورة جمال علام اللي غير معروف لا يمكن هيكمل أكتر من 3 شهور. يمكن الكلام ده كان وصلك أو معرفش يعني مش هيستمر اكتر من 3 شهور او مش هيستحمل كمان ضغط الاعلام اكتر من 3 شهور ويبقى في انتخابات تانية جديده. لكن الحمد لله انا قعدت الاعلام يعني ما ضايقش الاسره يعني كل الاحترام لزوجة حضرتك طبعا ست سيده فاضله انا الحقيقه اتشرفت ان انا بيها واولاد حضرتك يعني ما عملكش ازعاج ولا اتعاملت معاه هو عمل ازعاج في الاول بالنسبه لي انا على اساس ان ايه لا يعني كلمه كبيره جدا هي اتقالت على رئيس جمهورية ان داخل كذا كذا ففي العصر نفسه انا كنت موجود في نفس الموضوع فاتخذت نفس الكلمة دي وتحطت هنا فضايقت في البداية مش مضايقتش لكن ثقة الواحد في الله وثقته في نفسه كملت فيها 3 سنين ونص لغاية ما الحكم صدر بتاع المحكمة ومشيت كمان ان انا ما عرضتش بلدي لتوقف لان كان ممكن انت عارف على كنت معانا وكنت عارف ان انا لو عايز استمر كنت هستمر لغايه الاخر لغايه الدوره والفيفا كانت تعيد وجودي في لغايه. طيب هطلع فاصل وارجع السؤال بقى اللي كل الناس على السوشيال ميديا بتساله يعني الاسئله دي كلها معظمها من السوشيال ميديا هل حضرتك اللي كنت بتدير ولا المهندس هاني ابو ريده؟ بعد الفاصل؟ بعد الفاصل نعرف مين. مين اللي كان بيدير استاذ جمال علام ولا المهندس هاني؟ انت قعدت معايا لقد ايه في الاتحاد؟ هو اعتذرت قبليها بكام؟ سنه. لا ما كملتش سنة. اقل. لا اقل لان انا مشيت بعديك بسنه وايه؟ شهر 5. انت مشيت شهر كام؟ انا مشيت شهر 3 اللي قبليه. سنه وشهرين. سنه وشهرين. هل سمحتي في قرار على الترابيزه اتاخد كان حد موجهه؟ لا بس مش هقدر اقول لك اكتر من كده لان احنا كنا دايما بنعرض الامر على الترابيزه والقرار بيبقى انت بتقول رايك وده بيقول رايه وده بيقول رايه وده بيقول رايه واختلفنا كتير يعني ما كناش كلنا مثلا او على الترابيزه كان في 7 ولا 8 متفقين على قرار واحد تمام الا انا لاحظتها في حاجه واحده بس يوم انتخاب المدير التنفيذي تمام اتجاه 4 معين والباقي كل واحد قال صوته الناحيه الثانيه صح لكن في الباقي في أي قرار اضحك اضحك لكن في ال في ال خلي بالك أنا ما قلتش يعني في المدير التنفيذي أنا فاكر الحديث؟ طبعا إيه أنا حصل إيه؟ أنا فاكر الترابيزة إن أنا بختار مدير تنفيذي وأنا عرضت الملفات 1-2-3 تمام خلي بالك حضرتك دي شهادة للتاريخ وعرضت بالأمانة تمام إني أدي رقم 1-2-3 للأسف الناس سابت رقم 1 تمام واخترته بين 2 و3 تمام فلقيت على الترابيزه 4 أصوات بتترمي مفتوح ورق لا مفتوح لا قبل مفتوح لا لا القصه دي اتحصلت ما بين اسمين سين وصاد حضرتك اخذت التصويت انا كان مشهد اول مره اعيشه في حياتي
فحركة خدت تصويت، فمين اللي عايز سين كذا، مين اللي عايز صاد كذا، فاللي عايز سين 5، اللي عايز صاد 4، كويس. فخلاص سين هيكسب، موضوع مفروغ منه، عدى. ثم قام الحاج محمود الشامي والكابتن حماد المصري طلبوا قاعدة التصويت سري، يعني في ورقة. ايوه كل واحد يكتب في ورقة. فطلعت انا وهاب الهيطة، كنا قاعدين على الترابيزة، فهاب الهيطة قال لهم سري ايه؟ وإيهاب كان ليه رأي وأنا رأي مخالف، صح. فضحكت أنا وهو، صح. فقال لي سر إيه والناس دي ما مش أخدة بالها ولا إيه؟ ما تصويت أهو الناس رافعة إيديها علني. فأصر المهندس محمود الشامي قال لك يعني من حقنا، فحضرتك قلت ما يتعمل سري. اتعمل التصويت سري، اتقلبت النتيجة 5-4، بدل سين اللي كسبان لا صاد اللي كسبان، واتقلبت النتيجة العكس. طيب ما انا وفي الاخر انا ايه صوت؟ لا انا قلت انا مدي رقم واحد. يعني انا النهارده بالاختيار يا كابتن سيف، لما تبقى انت حاطط اولويه الكابتن سيف رقم واحد، انا حاطط رقم واحد فلان الفلان ورقم اثنين ورقم ثلاثه، معناها ان انا شايف ان الفايل رقم واحد ده هو اهم فايل. لا انت طلعت حضرتك نفسك من الخناقه، بس انت عارف ان لا ان الخناقه اثنين وثلاثه، فحضرتك عارف والله ان واحد محدش يروح له خالص. بالعكس انت عارف ان رقم واحد انا اشتغلت معاه كتير في الاتحاد الكوره قبل ما ابقى كل الاحترام لكل الناس، تمام. بس قصدي حضرتك عارف ان يعني واشتغل هو قبل كده رقم واحد، يعني طبعا بس اداري في نفس المكان كان موجود، حضرتك ما خدش صوت على الترابيزه، فحضرتك عارف ان الخناقه مش طرفه. يعني اقصد ان يعني انا عايز اقول لك ان ما كانش في توجيه، يعني ما كانش في حد بيقول لك لا والنبي خد فلان ولا اعمل فلان. هي المفاجاه ان اول مره اشوف تصويتي يتقلب من علني لسري ويتغير. طيب يعني تصويت علني 5-4، تصويت سري 4-5، بعد كده 6-4. مشهد غريب. لا 6-4 العكس يعني 6-4. لا انا انا فوجئت بيه برضو كلمه 4، يعني الاربعه الاولانيين مصرين على صوتهم هم صح. بس في صوت اتغير، ما يبقى ده ما كانش صوته من نفسه من دماغه، ماشي. يعني اللي قال اللي غير صوته ده ما كانش صوته من دماغه، لكن قدامي الاصوات وطلعتها 6-4 وانتهت فانا اقصد ان ما حدش كان بيدير على الترابيزه غير اللي موجود رئيس الاتحاد اللي كان في ساعتها. لكن الكلام بقى يتقال شمال ويمين وفلان قال وفلان عاد، انا يعني كنت بقلق في الاول، لكن بعد كده ما فرقش معايا خالص. اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل. اللي كنت انت عايز تعمل المجموعه اللي معاك انت تعمل. طبعا كنت مبسوط بالمجموعه، لان كل واحد كان بيشتغل في حاجه معينه. يعني لو حضرتك كان قدر لك ان انت هتختار مجموعه، كنت تختار نفس الاشخاص؟ في اشخاص انا سالت السؤال ده وانا قاعد في الاتحاد، قلت لا في 3-4 تمام ما ينفعوش يخشوا تاني الاتحاد، لكن في ناس خبرات موجوده لازم تتخذ. 3-4 في المجلس اللي كان لكن في ناس خبرات، يعني مثلا النهارده كانت في كره شاطئيه وخماسيه، مين كان ماسكها؟ دكتوره سحر وخالد. لا بكيف. الخماسيه كان ماسكها كانت صعدنا بيها امم افريقيا وخالد شخصيه محترمه، تمام. كره نسائيه دكتوره سحر صعدنا بيها، تمام. كابتن حسن فريد خد فتره في منتخب ثم الكابتن هاني ابو ريده وصعدنا امم افريقيا قبل ما امشي، وبعد كده نفس المدير الفني كمل ووصل بيهم كاس العالم. محمود الشامي كابتن احمد مجاهد الحاج محمود الشامي اشتغل في 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 المناطق وكان شغال كويس مع كابتن ابراهيم القصاص. احمد مجاهد كان شغال كويس في شؤون اللاعبين، تمام. ويمكن كمان مجاهد كان شغال كويس في كل الملفات. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو خبره. طبعا مفيش كلام. وانا كنت من النوع اللي هو ايه، يعني هو كان ذكي جدا 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 جدا، هو اذكى بني ادم كان على الترابيزه، عشان انا اقول لك بالامانه يعني ذكائه خارق احمد. وعارف سيف عايز ايه، وعارف جمال عايز ايه، وعارف محمود عايز ايه، وهو على الترابيزه هو عايز ايه، تمام. اللي عايز ياخده نسبة مثلا 100%، لو خد 80 يبقى كويس. وهو كان بيشتغل على هذا الأساس وأنا كنت فاهم، تمام. بس أنا كنت معاه، لأن هو لما اشتغل في المسابقات أنا كنت أساسا مسابقات قبليه، تمام. الملف الوحيد اللي ما كان بعيد مني من عندي أنا هو شؤون اللاعبين، فأنا ذاكرت كويس شؤون اللاعبين عشان أبقى كويس معاه. ولما أنا تعبت في الجمعية العمومية إن أنا أقرر القسم الثاني والثالث اللي انا اساسا بنتمي ليهم، القسم الثاني والثالث والرابع، انا اساسا كنت بفكر ازاي اساعد الناس دي. مين من المجموعه اللي موجوده مع حضرتك لو حضرتك فكرت تاخد انتخابات اللي جاي تتمنى ان يكونوا معاك؟
لا في ناس كتيرة ما أقدرش أسمعها. لا لا في ناس كتيرة على المثال يعني مش لا في ناس كتيرة، في خالد، في حمادة، في عصام، في لا في ناس يعني كابتن عصام كان شغال في الـ الـ في الحكام 10 على 10 الموسم الأولان اللي يعني خالد حمادة عصام مين تاني؟ لا في كتيرة. لا لا حذكر مين ولا مين، ده أنا بقول على الدكتور صحر كانت كويسة جدا. كل الناس يعني أنا ما أقدرش أقول مين الكويس ومين الوحش. مجد المتناول المستشار اشتغل معانا في الملفات سواء دي الناشئين او الشؤون القانونيه، اشتغل كويس جدا وادى فيها الحقيقة. وكمان عايزين اقول لحضرتك حاجه، احنا الشؤون القانونيه ولا قضيه خسرناها وكانت تبقى على الترابيزه يعني. معلش انا كنت في الاتحاد مش قاعد ساعه ولا اتنين وتلاته، انا كنت ممكن اقعد 7 ساعات و6 ساعات وكانت شؤون القانونيه كانت تعبانين معايا كمان. شايف حضرتك ان لازم رئيس الاتحاد يسخر وقته كله للاتحاد يعني؟ بص هو في نظرتين، نظريه اقول لك ان انت جاي على اساس انك انت بتعمل اجتماع مجلس اداره تمام وتادي تعمل الاستراتيجيه بتاعه الاتحاد وسيب الاداره شغاله. والنظريه الثانيه انك انت ده اللي اتعلمته في الاداره. معلش انا اتعلمت في الاداره حاجه تانية. ادي اللجان كلها بس لازم اكون مشرف عليها، لازم اكون شايفها، لازم اكون متابع. بس منظومات كبيره بتدور كده. لا لازم يتابع، ما فيش حاجه اسمها ما يتابعش يا كابتن سيف. يعني ما فيش حاجه اسمها حضرتك يروح كل يوم؟ بروح كل يوم لاني انا كانت ملتزم. انا بتكلم بصفه عامه فندم. لا انا كنت بروح كل يوم لاني انا كانت الوقت اللي انا داخل فيه كان محتاج ان انا لازم اروح كل يوم. زي ايه؟ في حاجات ماليه مثلا تمام، كنت لازم الحاجات الماليه اشوفها كل يوم واوجه كمان ان اللي شغال في الناحيه الماليه انا عايز ايه والشغل الصح ايه، لان انا كمان مالي تمام. الناحيه الفنيه دي خلاص في مدير فني، ويمكن برضو عشان الناس ظلمتنا برضو في اختيارات المدربين وكلام زي كده، وانت كنت معانا يا كابتن سيف، انت كنت قاعد على الترابيزه والاول مره كنا بنختار اجهزه فنيه كان الدكتور عمرو ابو المجد صح؟ حط قدامي كم ملف وحطيناها قدام الناس كلها وحطنا بالترتيب صح؟ واخترنا بالترتيب ما عدا رقم واحد صح؟ قلنا رقم واحد ده اسمه مش معروف تمام؟ وما ينفعش يبقى مدير فني لمنتخب تمام؟ على ناس عمالقه زي الكابتن طاهر يحيى، الكابتن اسماعيل يوسف، الناس اللي كانت داخله مدير فني، واخترنا بناء على الكلام ده تمام؟ ومشينا بنفس السبوره اللي معموله. ويمكن الاسم الوحيد اللي انا اتكلمت عليه اللي هو الكابتن اكرم عبد المجيد فاكره، اللي هو كان محطوط مدرب عام وفي نفس الوقت لا مدرب عام ولا مدير فني. فقلت رفعت سماعه وكلمته قلت له ممكن تنفع يعني الراجل تقبل انك تشتغل مدرب مساعد؟ انا اعرف الكابتن اكرم عبد المجيد، اعرفه مش معرفه شخصيه لكن اعرفه ان هو اتشال من مدرب عام او من مدير فني تمام في الترتيب الاخر خالص على اساس ان هو ما جابش شهاده انه لاعب كره قدم. ده التقييم اللي كان محطوط. فانا برضو لو يعني الحاجات دي كسبتك خبره لما جيت بعد كده في المنتخبات التانية مين يبدا ومين مش عارف ايه ونفس الكلام ويبقى المدير الفني. انا كنت مخلي المدير الفني اسال كابتن فاروق، كان يروح معايا برضو كابتن فاروق افريقيا يلا بينا افريقيا عشان تحضر الدورة الفنيه اللي كابتن محمود سعد. لفتره وجودك جيد ولا متوسط ولا ضعيف؟ لا بالنسبه للي هو كان موجود في الظروف اللي احنا موجودين فيها جيد جدا. جيد جدا. طيب عايز راي حضرتك في اداء اللجنه الخماسيه بس بعد الفاصل. نرجع بعد الفاصل نعرف راي الاستاذ جمال علام. فكرتنا بقى اللي جايه دي اجابات سريعه جدا لان وقتي ده فعايز يجري بسرعه. سريعه جدا. راي حضرتك في اللجنه الخماسيه؟ اللجنه الخماسيه انا طبعا يعني اعرف فيهم ناس زي دكتور جمال محمد علي. دكتور جمال محمد علي لا اتقابلت مع الكابتن فضل قبل كده، الباشمهندس احمد عبد الله. ادائهم هم لغايه دلوقتي انا يعني الملفات اللي هي اتقالت قدامنا ما شفتش غير الملف اللي هو الفار او الفي ار ار. والحاجه الوحيده اللي انا واخدها عليهم حاجه واحده بس،
انت ليه مش عايز تنزل للجمعيه العموميه؟ ايه الهدف منها انك انت بعد الجمعيه العموميه منك؟ ايه الهدف انك انت مش عايز تسمع للجمعيه العموميه؟ بس هو هيسمع، بس هو يسمع امتى؟ لما يخلص اللائحه يسمع، هو هيترحل للمناقشه. يا بيه انا عضو الجمعيه العموميه، انا موجود عندي دلوقتي. ايه بس هو مش جاي، هو جاي يعمل لائحه يطرحها على الجمعيه. الجمعيه لها مطلق الحريه. اللائحه هيعملها مع مين؟ افندم؟ مع الاتحاد الدولي. ايوه هيعملها مع مين؟ هيوافق عليها مع مين؟ لا ما هيترحل للنقاش مع الجمعيه، يعني قبل حتى اجتماع الجمعيه. طب ما في ناس محترمه في الجمعيه العموميه، اقعد معاهم بس الاول. بس بيتهيألي دي كان في جلسه مع الاستاذ عمرو الجنايني اعتقد. لا ما افتكرش، لان هم طبعا الجمعيه العموميه عاملين جروبات مع بعض وشايفين الدنيا سخنه معاهم. لا المفروض يبقى هم موجودين، تمام؟ الجمعيه العموميه هاتهم واقعد معاهم. الحاجه الثانيه انك انت استبعدت النهارده انديه كتيره جدا. الهدف من الاستبعاد هي الانتخابات. طب انت استبعدت العضو ده بتاع الانتخابات، هل انت استبعدته من اتحاد الكوره خالص؟ لا بيمثل. استبعدته من النشاط؟ لا طبعا، يعني موجود معاك اكيد. طب ايه دوره؟ ايه دوره هيكون؟ انت رأي حضرتك وجوده افضل ولا استبعاده افضل في الجمعيه العموميه؟ انا ما يفرقش معايا ان هو موجود او مش موجود العضو، انما العضو دوره ايه جوه الاتحاد. لا يفرق حضرتك في التصويت نكون 96 ولا 230؟ لا انا علاقتي كويسه جدا بالجمعيه العموميه. انا مش بس الناس كلها. لا الناس كلها. لا انا بقول النهارده يعني حضرتك تفضلها 230 ولا 96؟ لا هو انا اقول لحضرتك حاجه، عضو الجمعيه العموميه ايه هدفه انه يبقى عضو جمعيه عموميه؟ ليه هو عايز، ليه اتخلق ان هو عايز يبقى عضو جمعيه عموميه؟ ليه؟ عشان بيستفيد جوه اتحاد الكوره ماديا. انت كنت حاطط له في اللائحه ان عضو الجمعيه العموميه هو اللي ياخد فلوس، التاني لا، كاني القسم الرابع ده. يعني كابتن سيف انا عايز اقول لك حاجه، احنا عملنا حاجه في اتحاد الكوره في ايامنا، احنا عاملين جدول ب 1 2 3 4 يمكن 15 بند او 10 بنود تحت، محطوطين دول حقوق للانديه بتاعت القسم الثاني والثالث والرابع. ياخدوهم من فين؟ ياخدوهم من اتحاد الكوره، تمام؟ الرابع اللي هو مش عضو جمعيه عموميه، لان هو ده النهارده بيلعب معاك كوره، هو اللي بيشغل لك النشاط سواء مناطق او عندك. انت حضرتك لايم عليهم في الحته دي، في حاجه تانية حضرتك شايف ان هم مقصرين فيها؟ شايف ان هم، لا اصل كلمه ان انا مش شايف الجمعيه العموميه دي مشكله. الجمعيه العموميه هي اصل اتحاد الكوره، سواء 96 سواء 227 سواء 300 سواء 400. يعني حضرتك طالب منهم ان هم ينزلوا الجمعيه. الحاجه الثانيه انت حملت السنه دي الانديه وخصوصا القسم الرابع والثالث اجور حكام، وانت مزود اجور الحكام، يعني انت بتزود بتدي فلوس بس مش من عندك، لا من جيب غيرك. وهو مش لاقي اساسا يصرف على نفسه ولا يصرف يجيب اكل ليه ولا اللعيبه، تمام؟ النهارده احنا طلعنا اتكلمت في قناه مع مذيع في احدى القنوات، ان احنا كنا عايزين نعمل انديه القسم الثاني والثالث والرابع اللعيبه بتاعتها مش لاقيه تاكل دلوقتي، تمام؟ مش بالصوره دي، يعني اقصد ايه؟ ان ده كان بياخد مرتب شهري ما معهوش. يا اتحاد الكوره الانديه دي مش لاقيه فلوسها. طب ما عملوا مبادره. ما ماشي المبادره دي، ان اتحاد الكوره فين برضه؟ بره منها. النهارده انا عامل صندوق وانت بره منها. الحاجه الثانيه ان الانديه دي التزاماتها هتدفعها من فين يا كابتن سيف؟ هي ليها حقوق ومش واخدها في اتحاد الكوره. وانت بتاخد منها فلوس على كل نشاط، خليتك حتى كرة القدم اللي انت مفروض تنشر اللعبة فيها في مباريات الناشئين ومسابقات الناشئين لغيتها خالص في كل النادي. اصبح رئيس النادي النهاردة مش همه غير الفرقة الاولى اللي معاه اللي هيلعب بيها، تمام؟ لكن الناشئين فين؟ الناشئين انقرضت، الناشئين في الانديه، لان انت محملني حكام في المباريات. احنا كنا كابتن سيف بندفع للمناطق اجور الحكام للانديه. يعني حضرتك تدي لهم كام في المية؟ لا انا هما ناس افاضل ومحترمين وكل حاجه، لكن الاداء بالنسبه للجمعيه العموميه صفر، لكن بالنسبه لوضع اللائحه ولسه هيحطوها يعرضوها على الجمعيه العموميه، ده قرار الجمعيه العموميه هيوقفوا عليها ولا لا؟ اللائحه اللي انت بتسمع عنها كل ده اجتهادات، انا ما افتكرش ان هي اللائحه، يعني انا مش شايف فيها تغييرات جذريه، غير ان انت رئيس العضو عايز تخليه لغايه 70 سنه وكفايه، هي دي بس اللي انت عايزها. ايه التغيير الجوهري اللي موجود في اللائحه؟ مش شايفه ان انت خفضت من 11 ل 9، ان انت حطيت المراه عايز تخليها مراه 2 او 1، هو ده التغيير الجوهري في اللائحه؟ فين حقوق الانديه؟ فين اللي انت بتدور، فين الروابط؟ رابط الانديه؟
يعني ما تطلق رابطة الأندية. حضرتك مع الرابطة؟ اه طبعا، بس الرابطة مش الرابطة زي اللي كانت معمولة برضو السنة اللي فاتت، ولا دي مش رابطة، ده لجنة أندية. لا، كان في رابطة اتعملت برئاسة المهندس محمود الشامي. مستقلة يا كابتن سيف؟ مستقلة المفروض. لا مش مستقلة. كابتن الحاج محمود الشامي طلع شيك بنفسه كده بإيده، ماضي عليه هو أمين صندوق خاص بالرابطة؟ لا. طب خلاص مش مستقلة. طب حضرتك مجتمع بالرابطة ما عملتهاش ليه؟ ما أنا كنت عايز أعملها يا كابتن سيف. حضرتك ما احنا حطيناه أنا مش حطيت التعديلات يا كابتن سيف، ان انا اعرضها على الجمعيه العموميه اللي في الاخر قال لك طفوا النور طلعوا النور، والناس قالوا لهم ما تجوش، الناس مشوا. ما دي برضو انا دي بلوم عليها الجمعيه العموميه، لان هم كانت مفروض اللائحه تتعملهم. انت النهارده اللائحه هتستعملها يا كابتن سيف، بتعمل ايه؟ لازم تخطر النادي قبل ما يجي الاجتماع مع بتاعك. يعني حركت 3 سنين ونص، مفيش مره حركت قعدت مع الجمعيه تاخد موافقه الرابطه؟ لا، الرابطه الاجتماع الوحيد اللي احنا طلبنا فيه تعديل اللائحه ما كملش. ليه بقى؟ ما كملش بقى. إيه ظروفها كانت حلوه. هل حضرتك هتاخد انتخابات اتحاد الكوره قبل ما اطلع فاصل؟ لا، انا دي اقول لك لان الظروف اللي احنا الحاليه اللي فيها، وطبعا انا بشكر الدوله وبشكر رئيس الدوله المشير عبد الفتاح السيسي، طبعا الاهتمام بالدوله واهتمام بالشخص والانسان المصري في الفتره دي، والمجهود اللي عملاه وزارة الصحة. ويمكن كمان اللي عجبني أكتر في وزارة السياحة إن أوقفت رخص ناس بطلت 9 موظفين أوقفوا الرخص بتاعت الفنادق بتاعتها. لا، المجهود اللي عملاه الدولة أداء رائع الحقيقة، أداء رائع طبعا، نشكر عليه. ويمكن نقص جزء بس عندنا احنا التوعية الخاصة بينا كشعب. انت عارف دلوقتي الظروف اللي موجوده فيها البلد، هل في انتخابات ولا لا؟ يعني نفترض ان شاء الله ان في انتخابات. لو في انتخابات داخل ان شاء الله. هتخش انتخابات ان شاء الله على مقعد ايه؟ انا كنت رئيس اتحاد. يعني هتخش على مقعد ايه؟ انا كنت رئيس اتحاد. هتخش على مقعد رئيس؟ انا رئيس اتحاد كنت. ايوه انا عارف، انا عارف ان حضرتك كنت رئيس. يعني حضرتك هتخش على مقعد ايه؟ انا بقول لك كنت رئيس اتحاد. ما انا فاهم والله، انا عايز اجابه بس. ما هو اتجاه اجابه، انا كنت رئيس اتحاد. يعني هتخش على مقعد الرئيس ان شاء الله. نرجع بعد الفاصل. إجابة قوية بس برضو إجابات سريعة، تخوض انتخابات أمام المهندس ثانية بريدة وكابتن أحمد شوبير؟ بص برضو أنا جاوبك مش إجابة دبلوماسية، لا إجابة صح. يعني كابتن هاني بريدة اسمه كبير في الجمعية العمومية، يعني اسم ليه اسم في الجمعية العمومية، وكابتن شوبير برضو نفس الحكاية. هيحصل إيه في الانتخابات اللي جاية دي؟ هننتظر لغاية ما نشوف إيه اللي حاصل. يعني معنى حضرتك ان لو حد منهم نزل وحد ما نزلش هنشوف بس هيحصل ايه يا كابتن سيف. انا من النوع اللي انا بقولت لك انا دايما بحسب حساباتي جامده. لكن انا كنت رئيس اتحاد كره، فمش هتخش بس. مش هتخش غير على الكرسي ده. الكرسي ده ما ينفعش تاني، ما ينفعش اخش عضو. استحاله. ولا ينفع تخش نائب؟ يمكن كان لي تصريح طبعا قبل كده، ودي يمكن برضه بعتذر بيها، قلت الكابتن هاني بريده لو داخل وهو عايز جمال علام معاه في كنائب، معاه الوحيد في مصر اللي ممكن اخش معاه نائب كابتن هاني بريده، على اساس ان هو اسم دولي. يعني وأفريقي. انت ممكن تتراجع في حاله المهندس هاني يقول لحضرتك عايزك نائب معايا؟ ده في حاله الكابتن هاني بريده. في حاله الكابتن، لكن غير كده لا، داخل رئيس. تمام. في حاله نزول حضرتك نائب هيبقى في المهندس محمود الشامي اعلن ان هو نائب برضه، شايف حضرتك تبقى انتخابات؟ توفيق لربنا يكرمه. مفيش مشكلة فيها، يعني دي انتخابات ورأي جمعية عمومية هي عايزة مين. جايز يكون أنا عندي ثقة في الجمعية العمومية بناء عن كلامهم اللي بيكلموني كل يوم. في ناس كتيرة بتكلمني سواء من عندنا في أهلنا في الصعيد أو في مناطق تانية، زي مش عايز أقول لك فين طبعا. تمام، على مستوى الجمهوريه كلها في ناس كتيره بتكلمني وبتبعت لي. هل حضرتك تعاونت مع المهندس هاني ابو ريده في فتره التوليه الاخيره؟ يعني حضرتك كنت مستشار معاه؟ طبعا كنت حضرتك. بس هو ليه الحق ان هو ياخد القرار او لا، يعني هو صاحب القرار الاول والاخير، وهو سواء هو بيعرضه على المجلس كمان، والمجلس كان ليه قرار مع كابتن هاني ابو ريده. حضرتك مقتنع بالفتره دي ولا ندمان عليها؟ يعني لو لا انا ما بندمش على حاجه، لاني الندم ده بيرجعك كتير جدا ورا. يعني لو الزمن رجع يعني خدها منها تجربه وامشي عليها، يعني كمل عليها. يعني
تجربة وكمل عليها. يعني حضرتك مقتنع بالتجربة؟ تجربة وكمل عليها، مفيش مشكلة يعني. هل حضرتك كان ليك دور فيها بشكل كبير؟ مع الكابتن هاني يعني مع الكابتن هاني بينه وبينه، لان هو انا حضرتك عملت مع المهندس هاني مش كمع مجلس يعني. لا مش مع المجلس، بس انا رحت المجلس يعني. انا دخلت اتحاد الكوره يمكن اكتر من كذا مره، من مرات عديده، ويمكن كان ليا دور ما اعرفش انت كنت عارف ولا لا. ساعه ما رحت في تقرير الجهاز المركزي كان ليا دور ان انا ارد عليه ازاي، وتقابلت كمان مع اعضاء كتير بما فيهم الكابتن شوبير، وكنا كنا موجودين هناك في اتحاد الكوره. هل حضرتك في حالة انك تخوض الانتخابات كرئيس هيكون ليك مجموعة ولا هتاخد كرئيس فقط؟ لا 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 ما ينفعش انتخابات. انا يمكن كمان انا مع التعديل الاولاني اللي اتقال عليه في اللائحة، ان لازم تبقى في قائمة مقفولة. انت حضرتك عايز قائمة مقفولة؟ يا ريت. يا ريت قائمة مقفولة، عشان يبقى انت اختيارك يا ياخدوا القائمة كلها يا يرموا القائمة كلها. تصريحات. ويبقى الناس اللي داخلة عارفة مين معاه. يعني انا خلاص اتحمل مسؤوليه اختياراتي. يعني انت حضرتك بتقول الجمعيه العموميه لازم تبقى القائمه موحده، سواء بقت في قائمه مفيش قائمه، هتختار رئيس بمجموعته. بالظبط. لو حتى مفيش قائمه يبقى رئيس بمجموعته. بالظبط. لا دي هتبقى مفتوحه. لكن انا لو عايزها في اللائحه احطها اللي في اللائحه. حتى لو مش في اللائحه. وجهه نظر حضرتك ان لازم يبقى في رئيس بمجموعته. يبقى في توافق. لا سيب اسم او اسمين بالنسبه للعضو الجمعيه العموميه، يبقى يتحرك فيهم اسم او اسمين. لو بقوا تسعه لا سيب له اسمين. هم خمسه، حضرتك هتسيب تسعه يعني 50 من الاعضاء؟ لا خمسه ازاي؟ خمس اعضاء. هم تسعه؟ لا انا بتكلم على تسعه. بتكلم على اعضاء تسعه. خمسه واثنين سيدات؟ لا اسيب له، لازم يبقى في عنده مساحه. يعني يسيب له عضو مثلا، والعضو النسائي يختار زي ما هو عايز. يختار زي ما عايز. الاهلي والزمالك اقوى من اتحاد الكوره؟ لا طبعا، المفروض الاتحاد الكوره اقوى من لا المفروض ده شيء. في زمن حضرتك كان الاهلي والزمالك اقوى؟ لا طبعا، بس انا عاوز اقول لك حاجه تاني. مش الاهلي او الزمالك عندهم شرط اساسي بيبقى موجود، ويمكن في حاجات بتبقى ناقصه عندك. اللي هي اللوائح، لما تبقى في لائحه واضحه سواء للاهلي او للزمالك هتمشي على الاهلي والزمالك زي اي نادي ثاني. كنت حضرتك بتعمل كده؟ كانت في قصور برضو في بعض اللوائح. قصور. فاصل ونرجع تاني. لو الاستاذ جمال علام بيقارن وبيقول مقارنه ظالمه، هل بالكابتن سمير زاهر ومجلسه ولا بالمهندس هاني ابو ريده ومجلسه؟ يعني ما قبلك وما بعدك. لا الكابتن سمير الله يرحمه طبعا تاريخ كبير جدا، وتعاملت معاه طبعا، ويمكن من الحاجات اللي انا مبسوط فيها معاه ان هو لما كان تعبان شويه الفتره اللي انا جيت فيها في الاول، كنا المنتخب كان ايام برادلي متهيألي، رحت لغايه عنده البيت وخدته ونزلنا في الملعب ورحنا هناك، ودي كانت لفته. انا حسيت ان انا يعني ايه خرجته من الوضع اللي هو كان فيه. ده اسم كبير جدا ومحدش ينفع يقارن مع كابتن هاني بمجلسه اللي كان موجود كله، قامات كبيره جدا. برضو مش محتاج مقارنه لسبب واحد، لان كل مجلس ليه شغله. يعني انا بعتز بالمجلس اللي انا كان معايا وكل الشغل اللي احنا عملناه. اكيد طبعا كل مجلس عمل حاجاته واخفق في حاجات معينه. يمكن انا مجلسنا بس الوحيد اللي كان بيتهاجم من اول يوم لغايه اخر يوم، هجوم على ظلم. هل لو الزمن اتجدد بيك تتغير طريقتك مع الاعلام؟ لا انا هغير الاعلام مع الاعلام، لان انا ما كانش عندي اعلام يوجه تاني بره. يعني لازم يبقى في منظومه اعلاميه تبين اللي بيحصل جوه. اذا انت دلوقتي مع اللجنه الخماسيه في تعيين منظومه اعلاميه دلوقتي؟ لا انا مش معاها برضه، لان هو النهارده انت مش معاها في حاجه خالص؟ هقول لك ليه؟ لان انت ما بتاخدش قرار النهارده عشان انت ماشي بكره. ما تسيب المجلس اللي جاي، ولا لازم المجلس اللي جاي يبقى في صدام بينه وبين اللي موجود. يعني كل واحد في الاخر بيجيب اللي هو شايف ان الافضل ليه لحد ما يمشي واللي يجي يغير. طب والاتحاد ما كان بيتكلموا عندنا؟ انا لما عينت واحد بس قال لك كان في 140 بقوا 141، طلعت الاتحاد فيه كام واحد؟ يعني انا يعني شايف ان كان القرار ده يتاجل للمجلس اللي جاي، هو ياخد القرار ويرتب تاني
المنظومة الإعلامية، لكن أنا بقول لك أساس الاتحاد لازم يبقى فيه منظومة إعلامية صح. بس أنت دلوقتي بتقول إن هو المجلس خلاص يعني قرب يفنش بيمشي المجلس المعين، إلا إذا مد ليه بقى سنة تاني جديدة ولا حاجة زي كده يبقى ده شغل صح. السؤال الأخير وأشكر حضرتك، في أي انتخابات تاخدها على مقعد الرئيس، صوت الزمالك تاخده ولا صوت الأهلي؟ إحساسك من جواك أنت. ممكن اخد الاثنين يعني، انا مش حكايه زملكاوي ولا اهلاوي، انت هتشتغل ايه؟ انت اديت ايه؟ هل انت كنت مع الزمالك ولا كنت مع الاهلي؟ هل انت كنت مرجح بين الاثنين ولا كنت في عادل بين الاثنين؟ هل انت ناوي برضو البرنامج بتاعك اللي داخل بيه هيقنع النادي الاهلي ويقنع النادي الزمالك زي ما هيقنع النادي الصغير في الدرجه الثالثه؟ لازم يبقى في برنامج نازل بيه مظبوط موضح انت عايز تعمل ايه. المره الاولانيه كانت النزول عشوائي، لكن المره اللي جايه لا، لازم يبقى في برنامج موجود في انت ونازل، سواء انت نازل رئيس او انت نازل مع رئيس. تمام، يبقى في برنامج موجود يقنع العضو الجمعيه العموميه سواء اهلي او زمالك او اي نادي صغير. شرفتنا يا فندم، ربنا يكرمك وكل سنه وانت طيب. شرف بوجود حضرتك دايما، بالتوفيق ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه على اي مقعد يعني حضرتك. بس ربنا يرفع الغمه اللي عندنا الاول، وبعد كده اي حد عايز يفكر في الانتخابات ربنا يعني يديله العمر ويخش الانتخابات. لكن الكلام من دلوقتي على الانتخابات، انا شايف رغم ان هي بيقولوا 8 او شهر 8 او شهر 9 انتخابات، برضه شايفها وقت طويل جدا في الظروف اللي احنا موجودين فيها. يا ريت ما نتكلمش على الانتخابات دلوقتي، نتكلم على وضع البلد فيها ايه، ويبقى حتى الاعلام بدل ما يتكلم على الانتخابات يتكلم على توعيه الشعب والجماهير اللي موجوده دلوقتي ازاي نوصلها. بعد ما خلصنا الحلقه احنا بنتكلم فندم على الاثنين، على التوعيه وعلى اللي جاي، وفكر بره الصندوق مع بعض. بشكرك فندم، شرفتني ونورتني. ربنا يكرمك. خلصت حلقتي مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره السابق، اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في الانتخابات القادمه، وان شاء الله ربنا يولي من يصلح في الانتخابات القادمه لصالح الكره المصريه. عايز اقول حاجه اخيره، لقطه السيد الرئيس ما وقف عربيته ونزل للعمال عشان يدي لهم يعني الحاجات الماسك ان هم يحطوه يلبسوه، الحقيقه لقطه سيطرت على كل قلوب المصريين من الاخر. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في حلقه جديده، واشوفكم على الف خير. عايز اقول لكم ان الاسبوع الجاي ده مفاجآت مدويه، بكره معايا خالد قمر واحد من نجوم مصر، يوم الاحد ان شاء الله باذن الله معايا الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه واتحاد الكره الحالي، ويوم الاثنين والثلاث مفاجاه من العيار الثقيل. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره على الف خير.